في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية Thank you.
هشماوي. مستني ايه هشماوي؟ هتنفذ؟ او هتفتكر ان انا عايز اعيش؟ انا عايز اروح لابني، عايز اروح لفارس. صبح المساء انت ترتاحي وانا اروح فيها؟ مش انت اللي جاي تموتني؟ ايه رجعت في كلامك؟ نفذ. لا ما رجعتش، بس مش قادر. ليه يا صبحي؟ عشان انا خايف، خايف في كل حاجة، خايف. أسفة يا صبحي، أسفة، أسفة، أسفة. في ايه يا ماما؟ هو كان في حد هنا؟ صبحي كان هنا. وكان بيعمل ايه هنا دلوقتي؟ كان جاي يقتلني يا زيزي. ايه؟ وسبتيه يمشي؟ طب انتي كويسة؟ فيكي اي حاجة؟ للأسف اه كويسة. طب احنا لازم نبلغ البوليس. ولو سابك دلوقتي يا ماما مش بعيد، يحاول تاني. مش هيعمل حاجة، صدقيني مش هيعمل حاجة. ياريتو كان عمل، ياريتو كان وصلني لأخوكي زي ما طلب مني. طلب منك؟ أخوكي عايز أروح له يا عزيزي، عايز أروح له. أنت كوابيس رجعت لك تاني يا ماما؟ مش كوابيس، دي رسائل من فارس والله العظيم. ماما احنا لازم نشوف حل في موضوع الكوابيس ده. اوه عزيزي يا ماما افهميني بس يا شيخة، افهميني انت مرة واحدة في حياتك حس بالنار اللي جوايا الايدة. والله يا ماما انا حاسة بيكي، بس صدقيني فارس ملوش اي علاقة باللي انت بتشوفيه ده. ده عقلك الباطن. عقل الباطن ايه؟ ما تبطلي كلام فاضي. عقل الباطن اللي قال لي روحي الكسارة ولاقي اخوك هناك. عقل الباطن اللي قال لي ان هم هيلاقوا رماس في العين السخنه. اخوكي بيجي لي يا زيزي، اخوكي بيقول لي اعمل ايه واروح فين. وجالك النهارده طلب منك انك تروحي له؟ عايزه تموتي نفسك يا ماما؟ ها انا مش عارفه هو عايز ايه بالظبط، بس كل اللي اعرفه ان هو هيجي تاني وهيديني علي ما انا عارفه. ماما عشان خاطري، والنبي يا ماما عشان خاطري. زي ما هو ابني انت كمان بنتي يا حبيبتي. اكيد اخوكي بيحبني ومش ممكن يخليني اعمل حاجه غلط، صح؟ تعالي يلا عشان خليك تنام. يلا تعالي. الصلاة والسلام عليك. صبحي الحمد لله على السلامة يا اخويا، خرجش ازاي؟ يا لهوي يا لهوي. طب استنى تحلى ما تاكل لك لقمه. بقول لك ايه، خش خد لك حمام على ما سخن لك الاكل. سيبني سعاده وفاء. اسيبك ازاي؟ مش لما اشوف اللي عملوه في وشك ده هون؟ يا خرابي دول شلفطوا وشك خالص. يلا بينا نروح المستوصف. مش رايح حته يا وفاء. طب خلاص خلاص ثانيه واحده.
معلش يا اخويا منهم لله الله ينشك في ايده اللي عمل فيك كده بس برضك يا اخويا الحمد لله اللي خرجتي بالسلامة. علمه على وشه يا وفاق، انا اللي ما اتعلمش عليا فاق بره خناقه همشي وسط الناس بقاني عين. معلش يا اخويا ما تحطش في روحك، ده الحكومة، هو في حد كبير على الحكومة يا ولية خلاص بقى انت فتحتي، يلا غوري شوفي لك مطرح نامي فيه، مش عايز حس. بيت يا نحمده ازيك عاملة ايه؟ الله يسلمك، انت عاملة ايه يا علي؟ الحمد لله يا امي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ان شاء الله كل طمنتي كده على الحاجة كويسة؟ الحمد لله شدت حيلها شوية. الحمد لله، هبعتلك الواد علي بلفة مشابك. تسلمي يا حبيبتي من كل راضي. خليكي، لا يا ربنا يرزقك يا نحمد. اللهم امين، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. افتح يوم. يا ده افتح ايدي في الاكل، افتح بدل ما افتح قرنك. اختار، ما عنديش قرن يا فالحة. افتحي يا موكوسة منك ليه، افتح يا دي ما تتسمى. العواف عليكم يا عياه، حلاوة المولد. مش كله لينا يا فالح، قومي يا بيت، قومي حطتيني. لا تقيل، تقيلة يا ولا ايه ده؟ انت مخلف راجل يا اخويا، اسم الله عليك وسيد الرجالة كمان. اه ابوكي فين يا بت؟ نايم، ادخل اصحيهولك. لا تصحيه وتعملي ايه ده، انا جايه تعبانه قوي وجعانه جوا، واقعه يا بت. اخ يا اختي الفول مش متحلق، مش تقولي لي يا بت. وانا لحقت، ما انت اللي داخله مزغوفه على الاكل. مزغوفه؟ في واحده تقول لامها كده؟ لسانك الزلف ده طول ما هو كده ما هيجيب لك راجل عدل ولا حتى يطف في وشك. فوق على وشك. بنت يا جميله اسقيني. الحمد لله على السلامه. في شمك العيانه عامله ايه؟ ازاي صحتها؟ من يوم ما لبستك وهي عيانه. انت بس اللي واخداها حجه قبل ما تنط على البلد يا مات، وزير الشغل مرمي. ما نقطتش الشغل في بلادي ليه يا بت؟ ليه وانا اشتغل في العيد كمان ولا ايه؟ فهمي بنتك. اننا اتعودنا خلاص ان الشغل ده في العيد موسم، ولا تحب اما افهمها انا بمزاجي؟ بقول لك ايه، انا لا ادري لك ولا ادري لها، انا جايه مستويه، لا ادري احوش ولا حجز بناتكم. حفله ايدي من الاكل واقوم ايدي بايدها نساعد بعض. حد يسال القابله ميه قطعه. اسكوتي، مش لاقي راس ابن المشيره في الزباله؟ الله هو اكبر، الله هو اكبر، ايه الفن ده؟ راس ايه ومشيره مين يا بيه؟ مشيره اللي كانت ساكنه فوقينا وربنا فتح عليها ونقلت. يا اختي مشيره ابنها مين؟ يكونش فارس؟ اه. وهي عامله ايه دلوقت؟ ده هي اللي لقيته كمان؟ ربنا يصبر قلبك على النسيبه السودا اللي جات لك يا مشيره. قومي يا بيت، قومي وريني بيتها. اسمها فيلا، فيلا مش بيت. فيلا ولا عشة، الحزن ما فيهوش الكلام ده. قومي اختي. اللي يشوفك كده يقول انها بايته في حضنك من الصبح. اسكتي يا بيبتي، دي كانت جارة ولا كل ده؟ ابنها اللي مادة راضع عليكي. ابعتيهم لي على الميل وانا هرجعهم ورد عليكي. نووي مش عارف اجي خالص اليومين دول، لازم افضل مع ماما. ما تتصرفي. اوكي با. انت بتعملي ايه؟ بشتغل. واخبار شغلك ايه؟ ماشي الحال تمام. ماما انتي كويسة؟ الحمد لله. هي وفاء ما قالتلكيش هترجع امتى؟ لا بس هي مش هتتأخر. عايزين اعمل لك انا حاجه؟ بعد انت ما سافرتي ما بقاش ليا حد غير وفاء. تصوري وفارس. انت عارفه الرجاله ملهاش طقطان انها تقعد في البيت. قلت يمكن لما اجوزه يقعد بقى يهج اكتر، بس هو كل يوم والتاني كان بيجي يقعد معايا ويحكي لي عن شغله عن حياته.
ومرة جاب لي هدية حلوة قوي. والله العظيم جاب لي ميدالية ذهب على شكل خروف كده صغير، عمره ما عملها مع مراته، بس يا خسارة ضاعت مني. زي ما انت كمان ضعتي مني. ليه بتقولي كده؟ ما انا جنبك اهو. ما كانش لازم ابعد عن اهلي من شيء ابدا، بس انت بقى وفارس والشغل ما كانش عندي وقت لاي حاجه ولا حتى لمشيره. عمتي انت هنا؟ ايه ولا يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ في اتنين ستات جم تحت شكلهم كده عايزين يعزوكي، اصلهم لابسين اسود. طب روحي انت، انا هغير هدومي وهنزل لهم. روحي. مش هتعرفك وشكلك هيبقى وحش. مامي هضربك بالشبشب يا بت. ازيك يا سعدية؟ اهلا يا اختي. قلبي عندك يا اختي، توك ما عرفت ما حشتش نفسي جيت لك جري. كتر خيرك. ازيك يا جميله؟ عامله ايه حضرتك؟ بقول الله. انت يا اختي اللي طمنيني عليكي، عامله ايه؟ الحمد لله كل اللي يجيب ربنا خير. انتوا عاملين ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. شفتي البت بتقولي يامي قبل المشيرة مش هتعرفك؟ معقولة برضو؟ أنسى عشرة العمر وأجدع جيران. وانتي يا أختي والله والله أختي أختي أختي، بس دلوقتي بقى تلاقي عندك جيران حلوين وجدعان. فينهم دول في الهو ده؟ تلمي يا بت. عندها حق يا سعدية، أنا فعلا من بعدكم لا بقى عندي جيران ولا حتى أصحاب. ايوه ما انت برضو عندك اشغالك واعمالك مش فاضيه. بس برضو ما كانش لازم اقطع كده مره واحده. لا ما هو فارس الله يرحمه كان بيجي طول. فارس؟ الله يرحمك يا ابني، الف رحمه ونور تنزل عليك. من وقت للتاني كان بيحن للبيت القديم، ابص عندي من الشباك كده الاقي نور المطبخ من ايه، اجي اقول يا بنت اطلعي له شوفيه يمكن يكون محتاج حاجه وابعتلك السلام معاه، هوب ما لقاهوش. خلينا نشوفك يا سعدية. نفسي والله، بس خايفة تتقلي مني. أي ما تقوليش كده، انت تنوري في أي وقت. طب ما تيجي حضرتك. هاجي إن شاء الله، أكيد هاجي. يا لهوي لو جيتي دي الدنيا كلها تنور. وشدي حيلك يا أختي كده واجمدي اجمدي عشان خاطر، ولو عوزتي أي حاجة اوعي تتكسفي اتصلي على طول، أنا أختك. كتر خيرك يا سعدية. يلا يا بنت. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ديدي اخوك كان بيروح ده كمان شغلك؟ ماما انا والله العظيم ما لحقت اشوف حاجه. تقصدي لسه ما مسكتيش عليه حاجه؟ انت ليه بس شايفاها كده؟ عشان انت طول عمرك كده. انا طول عمرك بتغيري منه، طول عمرك عايزه تثبتي ان هو ملوش كلمه عليكي. انت كده مش عايزه اي راجل يمشي كلمته عليكي، عشان كده طفشتي وهجتي وسبتيني. راجل 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 ايه انت ما بتزهقيش؟ ده انا ايش خزيت وريحت سابلك الدنيا كلها عشان تستريحي. يا ريت انت بس اللي ترتاحي وتصدقي بقى انه مات. لا بيجيلك في الحلم ولا بيبعتلك رسايل. فارس مات مات. ارتاحي انت بقى وصدقي. انا كنت عارفه ان انت شايله منه، لكن تكرهيه بالشكل ده؟ بتكره اخوك للدرجة دي؟ ماشي ماشي يا زيزي. ها سامعني كده كويس؟ ايوه سامع وشايف. ايه ايه انت بقالك اسبوعين عايز تشوفني وجاي دلوقتي تقول لي ايه؟ اصل بصراحه اول لما شفتك تنحت. اصل انت حلوه قوي. بقول لك ايه، ما فيناش من الكلام ده. ايه انت اول مره حد يقول لك كده؟ لا بس اول مره اتكلم مع حد فيديو. امال البرنامج ده عندك ازاي؟ اقصد حد غريب يعني، بس احنا بنكلم بنت خالتي عشان عايشه بره مع جوزها. بس بقول لك ايه، دي اخر مره هنتكلم فيها كده. ليه بس؟ ما اعرفش مش مرتاحه لك. حرام والله العظيم انا طيب خالص. متاكد؟ انت شايفه ايه؟ والله على اللي انا شايفاه شايفه ايدك الشمال بس. قصدك ايه؟ ولا حاجه، ما اقصدش حاجه، بس هي ايدك اليمين تحت المكتب بتعمل ايه؟ اخاف اقول لك لا تفهميني صح. ايه يا بني يا حبيبي؟ ايه ما تيجي تقعد معانا بره شويه؟ ايه ماما في حاجه؟ لا مفيش، بس العيد خلص وانت ما خرجتش. ده انت ما بتخرجش من الاوضه. ايوه يعني يا بابا عاوز حاجه؟ لا ما تيجي تقعد معايا على القهوه. ها ايه رايك؟ بيني وبينك انا عايز اخلع من امك ومش عارف. انت عارف ان انا ما بحبش اقعد على القهوه. براحتك حبيبي براحتك. لو سمحت اقفل الباب وراك. حاضر. ما تعرفيش ماما فين؟ عمتي مشيت. راحت فين؟ جنينه يعني ولا المطبخ؟ لا انا شفتها بتجري على الشارع من حبه. طب روحي انتي. وبعدين بقى في الواد ده اخرتها ايه معاه؟ ما تسيبي الواد في حال يا وليه، هو انا عدو؟ ايوه يا زيزي يا حبيبتي. ايه في حاجه ولا ايه؟ مالك؟ لا ما هي هتكون راحت مشوار وهترجع تاني زي عوائدها. طيب سيبيني اعمل تليفونين كده وبعدين اكلمك تاني. يا ريت انت بس اللي ترتاحي وتصدقي بقى انه مات. لا بيجيلك في الحلم ولا بيبعتلك رسايل. فارس مات مات. انت حتي
اقفل الهباب ده. طلع لنا هشام عباس المقدر. يلا روحي عندها اخوكي، انا هموت من الجوع. هو كمان طول النهار بيلعب بيلي في الشارع والقرف. يا فارس لما توقع رجلك عامل بالك انت هتيجي. لا ما كانتش هتيجي يا عم. ام النعمه كانت هتيجي. والله ما لمست رجلي. لا لمست رجلي. فارس ايه؟ اطلع. ماما بتقول لك اطلع عشان تاكل. طب بقى كده شويه عشان دوري. يلا يا فارس. نشيني يا ماما من يومك. فارس طب خش جوه. حبيبي اغسل ايدك واغسل رجليك كمان. ادعك ما بين صوابعك كويس. ماشي. انت النحك ده ليه يا بنت؟ ايه يا ماما؟ تعالي ساعديني يا اختي. حاضر. فارس خدني العب معاك تحت. تلعبي فين يا بنت؟ هو انت لسه صغيره؟ في ايه يا ماما؟ هو انا كنت لعبت وانا صغيره من اصله؟ مفيش بنات بتلعب في الشارع. انا مش هلعب، ده انا هقعد اتفرج عليكم مع عبير وهند. عبير وهند مش واقفين تحت. والنبي يا ماما خليني انزل العب معاهم. يا ماما انا من ساعه ما خدت الاجازه وانا قاعده في البيت محبوسه، اتخنقت والله. ماليش دعوه، طالما اخوكي مش موافق يبقى ماليش دعوه. يعني مش هتنزليني يا ماما؟ لا مش هنزلك يا زيزي. طب خدي بقى، خدي شوفي ابنك اللي انت مخليه يتحكم فيا ده، شوفي بيتفرج على ايه من وراكي، جايب لك الفضايح. هو ده الالوان صح؟
اسود؟ يا بنت القرف ده. وانا مالي دي بتاعت ابنك فارس. قلبي قلبي ده لسه في حاجه تانية. مش هشوف حاجه. هما بيعملوا ايه يا ماما؟ اخرسي. في ايه يا ماما؟ انا بسالك على اللي في المجله. اخرسي يا بنت، انسى اللي انت شفتيه ده خالص، انت لسه صغيره في السن. انا مش صغيره، انا جاتلي البيري. تجيلك منين يا بنت البجاحه دي؟ عيب البنت المحترمه ما تشوفش الحاجات دي قبل الجواز. يعني اشمعنى فارس؟ ومين قالك انا هسكت؟ اسمعي، الراجل قبل الجواز لما بيتفرج على الحاجات دي عادي، لكن الست عيب قوي. المهم اوعي تقولي لاخوكي ان انت تديني المجله دي. طب ما هو هيعرف لما ما يلقاش في مكانها. انا هتصرف. المهم ما تجيش منك، اوعي تكسري عين اخوكي، ده راجل. يلا شاطره حبيبه قلب ماما، روحي وضبي اوضتك. حاضر. يلا. يقطعك يا فارس. الله أكبر. في يا ماما. الله أكبر. عايزة يا ماما الماتش واقف عليا. الله أكبر. مش هنخلص ماما. تعالى فارس، تعالى عايز اتكلم معاك شويه. بس بسرعه يا ماما عشان العيال مستنيين. سيبك من الماتش، اللعبه مش هيخلص. طيب ما بتروحش تصلي في الجامع ليه؟ ما انا صليت العصر والله. ولا بقول لك في الجامع. ماشي، هتاخد صحابك وتروح تصلي. انا سمعت ان الشيخ اللي في الجامع بيعمل مقرأة حلوه قوي بعد المغرب. خلاص احضر المقرأة. فارس، الراجل لازم يصلي كل فرض في الجامع. عايزك تقرب من ربنا عشان ربنا يحبك ويرضى عنك. تخلي بالك من تصرفاتك. ها، ربنا يحفظك يا ابني يا حبيبي يا رب. يلا يا اخويا روح الماتش بتاعك. الله، كبرت يا فارس، كبرت بقيت راجل، راجل بجد. بكلمها بتكنسل علي. خير، ما دام بتقفل عليك يبقى خير. انا مش فاهمه يعني ايه لازم استنى 48 ساعه وبعد كده اروح ابلغ عشان هم يبتدوا يدوروا عليها. ما انا قلت لك الكلام ده. انا كنت فاكره لما هقول لهم حاله ماما هيبتدوا يتحركوا. انا بجد خايفه تعمل في نفسها حاجه يا عم خليل. لا لا لا، ما تقلقيش، ما دام مشيره اقوى من كده بكتير. يا ما دقت على الراس طول. لا ما تقلقيش، هو انا هعرفك على امك. تلاقيها بيتها في لوكاندا ولا عند حد من قرايبكم، سواد الليل وهتبص تلاقيها الصبح داخل عليك. حاجة لما تكون
يكون بزيادة في حبي زيهدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زي